छीने कोई सांसें मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तजा कोई चा ليش انت امتى جاوبتنا يا امير؟ طيب عندك اجوبه لكل اسئلتي لحتى جاي عم بتحقق معي؟ معناها اللي قال لي هالمعلومات كان معه حق وما عم بكذب. انت كنتي عن جد مع زين؟ ليكي انت عم تحاولي تسرقي زوج اختك؟ معقول رخيصه لهالدرجه؟ كل شيء صار بسببك انت. انت ليش طلبتي منه يتزوج اختي وعرضتي عليه هيك عرض بلا ما تاخذي رايي فيه؟ شو صار لك؟ ليش عم تلعبي بحياه اختي البريئه؟ ليش عملتي هيك؟ ليش عم تخططي كيف بدك تأذينا كلنا؟ ليش عم تحاولي توقعينا وتشمتي فينا؟ ليك المسكينة مو حرام عليكي؟ زين ماما يلا اشرحي له. شو بدي اشرح له؟ شو بدك يعني قل له؟ حضرتك دمرتي بيتي وساعدتنا من وقت فتي على هذا البيت. كل شي بشع صار معنا من لما انت اجيتي لعنا. ليك ابني وين ما كان في ضيوف بس في ضيوفه بيدفعوا كرمال يساعدوا بمصروف البيت. ابني نحن هون ما منقدر نتحمل الضيف فترة طويلة. إذا حابب تضل عنا فيك تساعدنا بمصروف البيت إذا بدك. رابيل استني شوي. رابيل مسكي هادي اللي قدرت وفره كل الشهر. عن جد انت مو معقول عم تصرف من مصاريه طول الوقت وطلعت عم تخبي مصاريك وتجمعه. شو مو انت علمتيني كيف وفر؟ ضب ايدك. هاي ضبيتها لايدي وجمعته. طيب لكن خدهم افتح حساب بالبنك باسمك وحط فيه كل شيء بتجمعه. لك ما بدي حساب. شو هالحكي؟ ماني مضطر اعمل حساب. تركي لي المصاري معك بكون مطمن. وحبيني وعتني فيني وخليكي جنبي. شو رأيك؟ الله الله صاير شاعر ومعرفانة. خد مصاريك أنا ما دخلني فيهم. طيب وقفي وقفي استني شوي. ليكي هاي المصاري تركيها معك كرمالي مو كرمالك. وبس احتاجها منك برجع باخدها. شو هذا أمير؟ شايفني بنك قدامك؟ انت
شو جابك لعنا؟ بدي شوف رابي. كنت عارفان انه بالاخر حبك القوي لرعبير رح يخليك تلحق لعندي على البيت شي مره. جيت بلا ما تفكر، بلا ما تعرف شو نتائج جيتك. شو نتائج جيتي لهون؟ ما فهمت عليك. انت غبي ولا عامل حالك مفهمان؟ وعلى اساس ما بتعرف شو قصدي؟ مفكر حالك بتقدر تخدع العالم؟ قدام العالم تتظاهر ان اختك وبالسر في علاقه؟ شو مفكرني ما بعرف بقصتك؟ زين بس، انت تجاوزت حدودك. ما بتحمل تحكي كلمه واحده سيئه على رابيل، فهمت؟ احكي لي شو العلاقه؟ هلا رابيل عن جد اختك ولا لا؟ ولا ما بتعتبرها هيك؟ قول، ليش كتير عاطفي اتجاهها وحساس لهالدرجة هاي؟ احكي احكي. كرمال ما تزعل رابيل وتنقهر مني، رح ضل ساكت هلأ. وإلا شو فيك تعمل؟ يلا قل لي شو بتعمل؟ خلص، علاقتي أنا برابيل الله ورابيل بس بيعرفوا شو هي بالضبط، وماني مضطر برر لك أي شي. وانت زين، ليش عم بتروح تقابل أختي نيشال؟ طالما أنت متزوج شو بدك بنيشال؟ فهم كلامي منيح زين، مستحيل اتحمل إنك تهينة لرابيل أو توجه لإساءة واحدة تزعجها مهما كانت، لهيك دير بالك مني. رابيل مرتي وأنا بقدر أعمل شو ما بدي، عم تفهم؟ حل مشكلة نيشال ببيتك مو هون عندي. روح يلا اطلع لبرا. يلا ماني رايح لمكان، جيت لقابل رابيل واحكي معه، وما بروح قبل ما اشوفه. عم تتحداني؟ لكن رح زدتك برا بايدي. رح تكون انت المسؤول، انت المسؤول، والا ما عاد احترم القرابه. شو عم يصير بيناتكم؟ شوفي عشتك بقى، انا ما رح اتحمل وجود هالشخص ببيتي دقيقه واحده زياده، وخاصه انه كان على علاقه غراميه مع مرتي. زين انت مانك بوعيك. بلا، بكامل وعيي، أنا بكامل وعيي. لا تحاولي تخدعيني بعد هلأ رابيل، أنا اليوم صرت بعرف قديشك نقية وشريفة يا مدام. يا ترى بتعرفي قديش ولأي درجة؟ شوفي رح ورجيكي، خود شوف يلا. وهي وهي مو إليك. وهي هالشعر مو إليك. وهي رسائل الحب. وهي الصورة، هي الصورة مو إليك. ليش كل هالرسائل؟ اعترفوا وقولوا الحقيقة. كذب شي؟ انت نلع، اطلع لبرا نلع. ما بدي اشوفه مره تانية بهالبيت، واذا شفته رح خليكي تندمي. ها رح تطلعي معه بلا رجعه. رابي صدقيني، مو انا ما دخلني. زين انت فهمان الموضوع كله غلط. ما بدي اسمع منك ولا كلمة واحدة، ولا كلمة. بس يلي مثلك ضعاف الشخصية، ما بتستاهلي الواحد يعذب حاله ويدافع عنك ويحاول يطالعك منيحة. حاولت كتير
كتير حاولت إني لبي رغبة أبي بعد ما مات وما أزعله. للأسف بابا ما كان بيعرف حقيقتك البشعة هاي ولا شوف في جواتك من أفكار وخطط كمان. سنا سنا غارستا كب ميري منزل هوا خويا خويا وا ملنا كتنا مشكل هوا. لا تحاولي تخدعيني بعد هلأ رابيل، فهماني؟ أنا اليوم صرت بعرف قديشك نقية وشريفة يا مدام. هاي خويا خويا وا ملنا كتنا مشكل هوا دو جسم تھے روحیں نہ تھی ملنا اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے اس حال پر سن لے مگر یہ دعا کوئی چاند رکھ میری شام پر میرا دل يلي مثلك ضعاف الشخصية ما بتستاهلي الواحد يعذب حاله ويدافع عنك ويحاول يطالعك منيحة. حاولت كتير كتير حاولت اني لبي رغبة ابي بعد ما مات وما زعله. للأسف بابا ما كان بيعرف حقيقتك البشعة هاي ولا شوف في جواتك من افكار وخطط كمان. ألو، كنت عم استنى تتصل فيني لنحكي. شو رأيك برابيل بعد هالدليل؟ ما بعرف ليش اتضايقت وعم حس إنه يلي عملته غلط، بس كنت مضطرة، ما كان في قدامي ولا حل. رابيل كانت بنظرك كتير بريئة وملاك، لهيك كان لازم خبرك من شان تصحى. لا، ما رح انسالك هالمعروف بحياتي. انت خدمتيني خدمة العمر، هيك احسن. هلأ صارت حشتي اقوى بكتير. ليكي منلتقى؟ انا قلت لك يا زين ما بدي شوفك مثل الحرمية. من هلأ حتى تاخد قرارك مو ناوية شوفك برا. شوفتنا لبعض هلأ من دون فايدة. أنا لو بإيدي الموضوع كنت تزوجتك وطلقت رابيل. بس شو؟ بس الشغلة مو سهلة علي. المجتمع واللي حوالينا، عيلتنا ورفقاتنا، كل العالم، شو رح يحكوا علينا؟ ما فكرتي بهالشي؟ شوف زين، من ناحيتي أنا ماني خايفة من أهلي ورح أشرح لهم القصة مثل ما هي بالضبط. أنا بعرف أتصرف مع عائلتي، أنت ليش خايف هيك؟ وبالمناسبة إذا فيك تحكي هلأ مع عائلتك وتشرح لهم شو بدك، شو بيهمك غيرهم؟
لشو عم تحسب لهم حسابه متلبك؟ إذا أنا بنت وماني خايفة من كلام الناس وما بيهمني، أنت ليش كل هالقد مرعوب زي؟ أنا مستعدة إجي هلأ أتزوجك يا زين، وبعدين بخبر عائلتي على مهلي. أنت شو اللي مخوفك هالقد؟ ماشي نيشال، ما عاد اهتم بحدا ابدا. جهزي حالك لنتزوج. ليش هيك عملت فيني وخجلتني؟ ليش حابب تدمرني؟ أنا شو عملت لك؟ شخصيتي ونزاهتي كمان سرقتهم مني. أنت كتير جرحتني قدام زوجي وبيت حماي وقدام عيلتي كمان. هذا هو إخلاصك إلي؟ لهيك إجيت لعندي؟ ليش ورجيت زين كل هالرسائل والشعر؟ ما بصير تعمل هيك، لو انك بتحبني وبتخاف علي ما كنت بتحكي شيء. زين بدي اقول لك شغله ضروريه كثير. ما عندي وقت اسمع، وصرت واثق انه ما عاد في شيء ممكن نتناقش فيه ابدا. بس انا عندي شيء لازم اقول لك عليه ضروري ولازم تسمعني منيح. تاخرت على المكتب وتاخرتي على دوامك. ماني رايحه على المشفى لاني مو منيحه. ما في شيء منيح رابيل، ادعي لربك يكون المستقبل أحسن إلنا اتنيناتنا. أنا ماشي. خواهش مري آتش بني كيا كيا مگر जीने कोई सांसे मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तजा कोई चा السلام عليكم. وعليكم السلام. ابني ليش رايح بلا فطور؟ فطور؟ ليش مين إله نفس ياكل شي يا أمي؟ طيب وين رابيل؟ بالغرفة. وين يعني؟ أنا مصدومة وكتير مقهورة، ما عم صدق اللي صار معنا. ما قدرت نام وسوبيا كتير اتضايقت من الخبر. ما بعرف أبوك شو شاف مميز بهالبنت لحتى أصر عليها. خلاص اتركي أبي بحاله أمي، كان كتير بريء ومو شايف شي قدامه، ما كان شايف ولا بيعرف شي عن حقيقتها. رح تعترف بنفسها عن قريب، رح نستنى ونشوفها شو رح تعمل مع الزمن. هلأ حتى فهمت ليش أسد ونفيسة كانوا مستعجلين وراكدين ركض لحتى يزوجوها، كل هاد لحتى
يخلصوا يرتاحوا من هالبنت. أنا متأكدة الناس ما بتعرف شو صاير بين الأخ والأخت، خافوا من الفضيحة لهيك زوجوها وشالوا الهم عن قلبه. ما بيهمني حتى لو سمعت اللي قلته، ما رح اهتم. ابني لو شغلة ما كانت صح كانوا ورجونا نيشال أول وما ورجونا هي وبلونا فيها. تعرف ابني لو إني شفت نيشال قبل ما يصير اللي صار كنت أنا أقنعته لأبوك فيها وزوجتك ياها على أكيد. تعرف ابني كنت دائما أحلم زوجك بنت مثل نيشال، بس تورطنا بهي وخلص. شو اللي ضحكك؟ شوفي ما في حدود للأحلام وما بتوقف عند حدا معين. أحلمي أحلمي قد ما بتقدري، ما بتعرفي أمتى رح يتحول لواقع. أنا ماشي. الله معك، مو طالع بإيدي أعمل شي، هذا نصيبك. لك شو طينتك أنت؟ أختك رح تتزوج زوج بنت عمتك وأنت قاعد وما عم تعرف تقوم تتصرف؟ لك معقول ما عم تعمل شيء هيك عادي؟ انت شو عم تحكي؟ ومين بتكون؟ انا عم اقدم لك خدمة بسيطة وما بدي مقابل. نيشال وزين رح يتزوجوا اليوم ورابيل ما بتعرف شيء. كيف؟ ولك انت دمرت لي كل حياتي، خلص اعتبرني ماني موجودة. شو بدك مني؟ اجيت تدمر لي حياتي ما هيك؟ انبسط لأنك نجحت بأسلوبك الحقير تدمر لي كل شي عملته. رابيل اسمعي. سكوت! يلا روح احتفل بقى بنجاحاتك بعيد عني، تركني بحالي ولا تورجيني وشك بنوب. من هاللحظة لا تحاول تقابلني ولا تفكر حتى تحكي معي، خلص انساني أمير. عم تسمعني؟ لا تحاول تحكي معي. ألو؟ ألو؟ بدي خليك تصدقني يا زين، ما في شي بيني وبينه وبعمره ما كان ومستحيل يكون. كيف رح خليك تصدقني وتتأكد اني ما عم بكذب؟ زين فكر بالموضوع، فكر منيح اذا هي الخطوة صح ولا لا. ليك الإنسان بيغلط لما بيكون عاطفي زيادة. سهيل هالموضوع مانو قابل للنقاش. أنا قررت بعد ما فكرت بكل شيء، فكرت بكل احتمال. أنا ونيشال خلقنا لبعض ورح نكون مع بعض كل العمر. صحيح القدر فرقنا لفترة، بس هلأ أجا الوقت المناسب لنرجع لبعض. خلص هاد قراري النهائي وما رح اتراجع. واختي رابيل فكرت شو رح يصير فيها؟ انتو ليش عم تعاقبوها؟ هذا نصيبها لرابيل، ما حدا عمل لها شي. وانت ما كتير بتعرف عنها،
لهيك لا كتير تقلق عليها وتزعل يا أخي. زين نشال، شفت أني إجيت؟ مو قلت لك رح أجي؟ تركت كل شي وراي وإجيت لعندك؟ شفت؟ في حدا بالعالم بيحبك مثلي؟ لا، ولهيك زين مدين إلك بكل نبضات قلبه وبكل حياته. أنا وقلبي إلك، ورح كون إلك كل العمر الجاي، إلك أنتي وبس. فهمني شو بقدر أعمل معه؟ هو بيضل رفيقي وما بقدر أتركه. ورجيه الصح من الغلط، فهمه إنه غلطان كتير. حاولت، بس جمال عمال عيونه وما عاد شاف ولا سمع من حدا، ما عاد شاف حدا غيره ومتمسك فيها كتير، مستحيل يسمع مني أي تعليق. طالما إنك بصفه وتحمل العواقب. ما تواخذني، أنا بس وقفت معه لما احتاجني، وإذا قدرت تساعد اثنين بيحبوا بعض أكيد رح تساعدهم، ما هيك؟ مع السلامة. الله معك. واعطي. ليك أمير، أنا كتير محروج منك. أنت شو عم تحكي؟ طلعتي من البيت علمتني الوجع وصعوبة الحياة برا ووضع الناس. رفيقي، أنا كتير ممنونك لأنه دعمتني عن جد. لا تفكر بشي لأنه ما بحق لي اشتكي. رد على التليفون وتعال كول معي الامتين قبل ما تمشي. ماشي، يلا. ألو. نعم. شو طينتك انت؟ اختك رح تتزوج زوج بنت عمتك وانت قاعد وما عم تعرف شلون تتصرف؟ معقول ما عم تعمل شي هيك عادي؟ انت شو عم تحكي؟ ومين بتكون؟ انا عم اقدم لك خدمة بسيطة وما بدي مقابل. نيشال وزين رح يتزوجوا اليوم ورابيل ما بتعرف شي. كيف؟ لك شو عم تحكي؟ وكيف متأكد هالقد؟ ليك، أنا عم قلك الحقيقة وماني مضطر أكذب. حاول تروح توقفهم وتنهي هالمسخرة قبل ما يدمروا حياة الناس التانيين. يلا باي. رابي، لازم خبرك بشي كتير مهم. امشي لو سمحت. لا لا، وقفي، والله الموضوع كتير ضروري. رابيل وقفي اسمعيني. رابيل، زين ونيشال، يلا وقفي السيارة. لك اسمعيني شوي. ليش كل هالرسائل؟ اعترفوا وقولوا الحقيقة، ما بدي شوفه مرة تانية بهالبيت هاد. وإذا صاروا شفته رح خليكي تندمي. ها، رح تطلعي معه بلا رجعة.
هي أجمل وأروع لحظة صارت بحياتي، ما بتتخيلي فرحتي، كل شي مثل الحلم. صرتي قريبة مني وقدامي كمان، صرتي إلي من هذا اليوم وبقدر ألمسك. أنا ماني مصدق حالي أبداً، عن جد ما بعرف كيف بدي اشرح لك شعوري. تعرف شو؟ عم شوف حالنا ماسكين بإيدين بعض وعم ندور العالم كله. كتير حلو هالمنظر، المشهد رائع وخيالي، والقمر قبالنا تماما ومضوي علينا كل شي. قصدك تقولي انك انت ملاك وبدك تاخديني معك على القمر؟ لا مو هيك قصدي، بدنا نروح على شهر العسل ونقضي اجمل ايام ويكون عنا بيتنا الخاص فينا لوحدنا. بس عندي شرط واحد. قولي. ما بدي اي شخص ثالث يعكر مزاجنا ونحن مع بعض. تعرف زين، أنا من وقت اللي كنت بنت صغيرة رابيل بتشاركني كل شي، بس أنا ما بقدر خليها تشاركني فيك. هذا بيكون أجمل يوم بحياتي يا زين. بدك توعدني هلأ أنك رح تطلق رابيل فورا؟ ماما، 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 تعالي بدي أقول لك شغلة ضرورية. تعال ابني على مهلك، تعال ابني لسه هلأ نام، لا تخليه يرجع فيه، يلا تعال. شو صاير مع بابا؟ مو أنت يلي وصلته لهالحالة وعم تسأل شو صاير معه بابا؟ يا ريت تخبرني إنه لساتك بتحبه أمير، وإنه لساتك مهتم فينا وما بتتركنا. أمي، شبه بابا حاسستك قلقانة كتير. بنتي، أسد كان خايف على ابنه، لهيك صحته تراجعت وتعب كتير ونام. بس إذا بقي أمير عنا أكيد رح يتحسن ويصير أحسن، ما عاد رح يتعب مثل قبل. طيب رح فوت شوفه. وإنت يفوت أمير، فوت لعنده وخبر أبوك إنك رجعت وما عاد تطلع. يلا. أنا عطيته الدواء قبل شوي، لهيك شكله نايم بعمق. صار الوضع ما بينحمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو صاير معك؟ كنا عم نحكي عن مرتك، هلأ اتصلت فينا، ما رح ترجع الليلة، نايمة عند أهلها، قال أسد تعبان، أكيد هنن محتاجين رابيل أكتر منا. هي ما كان لازم تروح لهنيك بعد اللي صار مع أمير وبعد ما عرفنا كل الحقيقة، عيب عليها، بس هي كتير عنيدة وما بتخجل،
خلاص اتركي يا أمي، تروح وين ما بدها. أساساً نحن أبداً مو بحاجتها بعد هلأ. بعتذر، بس ما في شيء إيجابي بقلوبنا اتجاه هاي الإنسانة، وكل هذا غلط من رابيل. ما بتعرف كيف ترضي الناس. معك حق أخي، لأنه أكيد كل شيء عمله ضياء كانت هي السبب الرئيسي فيه، وإلا ضياء ليش لا يعمل هيك؟ ما في حجة مقنعة بالمرة. من برا بتبين شيء ومن جوا بتطلع شيء تاني مختلف ومانو منيح. أنا ما حبيتها أصلاً. أنا وافقت كرمال أبوك، هو اللي جبرني. أنا وافقت مشان ما ضايقه، ما كان طالع بإيدي شيء. انقلبت كل حياتنا، كان بيتنا كله فرح. من وقت ما تزوجتها بلشت المشاكل تجي على بيتنا. مو طبيعي كيف اختلف الوضع بعد ما جبتها. لا تقلقي أمي، لقيت حل مناسب لهي الحالة. بس استني شوي، بيتنا رح يرجع يتعبى بالضحكات، والحياة الحلوة رح ترجع على بيتنا. وعدك. شو قصدك؟ لقيت عريس لسوق يا ابني؟ ها؟ طالع غير تيابي فوق. طيب، الله يوفقك يا ابني وييسر لك. رابيل، بدي أقول لك شغلة ضرورية، لازم تسمعيني، أعطيني دقيقة بس. ما بدي أحكي معك بشي ولا بدي أشوفك، حل عني بقى، عم تفهم؟ بترجاكي رابيل، في شي ضروري إنك تسمعي وتعرفي، اسمعيني بس شوي. خلصنا بقى أمير، انتهينا، ما عاد بدي أسمع طلباتك لمولدن، وما بدي وقف معك وأحكي شي. ولدنتك وطيشك دمروا لي حياتي على الأخير. حاجة، لا عاد تلحقني وتحاول تحاكيني أبدا، تركني بحالي بقى وروح. رابي، كنتي مع زين؟ ما لك عن جد تزوجتي انت وزين؟ لك ما بتخجلوا؟ عملت اللي براسك مع انك بتعرفي انك رح تدمري بيت رابيل، وما فرقت معك ابدا. ايه مثل ما قلت لك، رح ارجع ماني مطول. ضياء، بابا بابا اهدى شوي. بابا، ابوك من اليوم بتعتبريه ميت، وانت بايديك قتلتي قليلة الترباية، ما عاد في سبب حتى تضلي عايشة. لا بابا لا. كويا كويا
मुश्किल हुआ दो जिस्म थे रूहें न थी मिलना अगर मुमकिन नहीं तू छोड़ दे इस हाल पर सुन ले मगर ये दुआ कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले